نجح قطاع السياحة في تجاوز كبوته الطارئة وتمكن من مواصلة النمو، حيث استحوذ على 15% من إجمالي الناتج المحلي بمصر، ما يعني أن دورها هام ومؤثر في الاقتصاد في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات هيكلية بشكل صحيح. وكشفت وزيرة السياحة خلال منتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد الذي عقد خلال الفترة من 20 وحتى 22 من نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية، أن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في عام 2016 بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي اعتمد على إصلاحات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، مضيفة أن الإصلاح الهيكلي يعتبر ركيزة هامة لاستغلال المقومات وإطلاق الطاقات الكامنة التي تؤدي لنمو الناتج المحلي ويتم تنفيذه على مستوى القطاعات. ويقوم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة من خلال السياسات الاستباقية التي تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية، حيث تمت صياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، وذلك من أجل تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية. تضمنت خطط الإصلاح الهيكلي للقطاع السياحي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وهي المنشآت السياحية والفندقية. كما كرست الخطط الإصلاحية استمرار اعتماد السياحة المصرية بنسبة 98% منها على القطاع الخاص، حيث تقدم مصر نموذجا على مستوى العالم فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص. وزادت إيرادات السياحة المصرية بنسبة 28.6% في العام المالي 2018-2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة مع 9.8 مليار دولار في 2017-2018. وتتطلع الحكومة المصرية إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح في السنة المالية 2019-2020، بزيادة تقدر بنحو 11% عن السنة المالية السابقة، كما تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019-2020 من 113 مليون ليلة قبل عام. يقينا بعد ما حضراتكم تابعتوا هذا التقرير عرفتوا انه هذه الفقره سنخصصها للحديث عن السياحه. السياحه واحده من الملفات التي لطالما اكدنا عليها هنا مرارا وتكرارا ان النهوض بها سيحدث نهضه حقيقيه بالنسبه للاقتصاد المصري، وستكون بمثابه ركيزه قويه جدا يمكن البناء عليها في نشاطات اخرى مرتبطه بها. ده بيدفعنا انه بين الحين والاخر نفتح ملف السياحه في مصر للحديث فيه مع المتخصصين والخبراء في هذا المجال. ادعوكم للترحيب بضيفنا الكريم في هذه الفقره للحديث عن السياحه في مصر وكيفيه النهوض بها، الخبير السياحي الاستاذ مجدي صادق، عضو غرفه شركات السياحه. اهلا بك يا استاذ مجدي. اهلا وسهلا ومساء الخير على مصر كلها. سعداء بوجود حضرتك معنا، ويمكن انا قلت برضو في المقدمه ان الموضوع ده طرحناه سابقا ونتكلم فيه مع حضرتك، وان شاء الله يعني لن نمل من الحديث فيه لاحداث نهضه حقيقيه في السياحه، لانه مصر تستحق نهضه حقيقيه بما تمتلكه من مقومات سياحيه مختلفه ومتنوعه. إذا ما بدأنا بحضرتك بنظرتك الأشمل والأعم للملف ووضع سياحة أو حالها في مصر الآن، كيف يبدو لك؟ أنا لما نتكلم على حال مصر، بسم الله الرحمن الرحيم الأول، يعني أنت من 4 سنين ما كانش عندك حاجة. أنت من 4 سنين كان دول أوروبا رحلت وخدت سياحة
وتم فرض حظر سياحي واقتصادي عليك، وكانت يعني الدنيا الرؤية مش كويسة من 4 سنين، ومن ساعة الثورة يعني من 2011 والدنيا برضو في السياحة مش مظبوطة. انت النهاردة بتتكلم في أرقام خطيرة وجميلة، انت النهاردة وصلت يعني ل 12 مليار دولار، وصلت ل عايز توصل ل 127 مليون ليلة سياحية، وده طبعا راجع 12 مليار دولار ده عائد سياحة 12 ويزيد عن 12 مليار دولار في 2019 2018 2018 انت عندك اصل هي مواسم، فانت عندك 2000 موسم 2019 2020 انت عايز توصل ل 16 مليار دولار احنا لسه وعايز تزيد الليالي السياحيه ل 127 مليون ليله سياحيه. فده مخطط انك انت توصل له. معلش يا ريت تبسط لي يعني 127 مليون ليله، او يعني الليله السياحيه مفهومها ايه في عرفوكم؟ الليله السياحيه مفهومها ان انت لما بتيجي تنزل كسائح، انت بتيجي كسائح بتيجي رحله، الرحله ديت بتبات في فنادق، ممكن تبقى البرنامج بتاعك ليلتين كايرو وتطلع سانت كاترين ومنها تطلع تزور حته ثانيه، ممكن تنزل شرم الشيخ 7 ليالي، فهي دي الليالي السياحيه. يعني انت اقامتك في مصر كام ليله سياحيه؟ ال 127 مليون دول ليسوا بالضروره يعني 127 مليون سائح. لا يعني لا 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 لا، هو عدد السواح معروف و10 مليون سائح، ومفروض ان هو مخطط ان نوصل لحد اخر 2012 ل 12 مليون سائح، وده رقم يعني ممكن نوصله ممكن ما نوصلوش. بس هم بيتكلموا مصر حققت الرقم ده قبل كده؟ مصر حققت 14 مليون سائح في 2010. ياه ده كان افضل موسم بالنسبه لنا. حتى اللي يقول لك رقم مسبوق غير مسبوق، لا، السياحه المصريه حققت 14 مليون سائح في 2010 وحققت 16 مليار دولار في 2010 اللي هو عام الذروه السياحيه. يعني انا كنت لسه عايز اقول لك ان 12 مليار دول ما اتحققوش قبل كده، لكن انت كده حضرتك جاوبت لا 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 تقريبا موسم يعني تقريبا موسم 2010 ده كان الذروه أو كان الذروه السياحيه او كان افضل موسم يعني. ما هو احنا انت كنت طالع تصاعدي وكنت ماشي زي النهارده، انت برضو واخد التصاعد، انت عندك نسبه السياحه، نسبه الزياده في السياحه السنه دي 2017 2018 زادت 28%، عندك 2019 2020 هتزيد ل 48%. طب على ذكر الارقام خلينا هنا اشير لواحد من التصريحات المهمه للسيده رانيا المشاط وزيره السياحه. هذا التصريح أدلت بيه لواحدة من القنوات الإعلامية الشهيرة قناة بلومبرج، بتقول إنه السياحة بتمثل 15% يا أستاذ مجدي من إجمالي الناتج المحلي في مصر. هذا الرقم أكيد ليه دلالات كبيرة يعني، وده برضو بيؤكد على الكلام اللي حضرتك بتقوله إنه الصورة دلوقتي مختلفة عن 4 سنوات مضت، وكأننا في سبيلنا للنهوض. أول دلالة لهذا الرقم إنك أنت يعني بتعمل تزود الدخل للمواطن المصري. تاني دلالة انك انت بتساعد في مساهمة في التنمية المستدامة، بمعنى انك انت بتنشئ طرق، بتنشئ مدن جديدة اللي هي التنمية المستدامة اللي مطلوبة، ان هي يعني التنمية المستدامة بمعنى بسيط اخد بالك، مش نظام خد الفلوس واجري، او النهاردة انت ايه ومش مشكلة ابنك ايه اكلنا النهاردة وايه وموتني بكرة، لا لا لا، ده هو نظام إن مصر يبقى فيها الأحفادنا وأحفاد أحفادنا دائما شغل أفضل، فإحنا بنشتغل لهم، هي دي التنمية المستدامة. أيوة بس هو معروف عن السياحة. أنا برضو يعني عايز أوضح لحضرتك نقطة، إن يعني لما نيجي نتكلم على السياحة المصرية وبتتكلم تمثل 15% من الناتج المحلي، تعال نتكلم بشكل آخر، أنت مصر عندك موارد مالية صح؟ يعني اللي هو الدخل الإيرادات المالية لمصر أو الدخل القومي لمصر بيجي لك من إيه؟ بيجي لك من قناة السويس، من البترول، من المصريين العاملين بالخارج، من السياح. أنت هنا بتكلم عن العملة الصعبة. العملة الصعبة والموارد الإيرادات. لا الموارد الإيرادات. الموارد أو الإيرادات فيه كتير. الإيرادات أنت لو تقول إيرادات ضريبية كذا كذا كذا، لا ده دي حاجة تختلف عن الدخل اللي بيجي لك اللي أنت بتحققه كدولة. أنت بتحقق كدولة دخل من الاستثمار او من التصدير او من قناه السويس او الاخر، السياحه افضل حاجه. فانت لو صرفت على السياحه نص اللي بتصرفه على قناه السويس، السياحه شوف هتديك قد ايه. بس بيفضل دايما انها بتتهم السياحه بانها اقتصاد ريعي، يعني تحت اي ازمه او تحت اي مشكله ما بتلاقيهاش، لان السياحه مرتبطه بكل شيء. واكبر دليل على كده انه بعد ثوره يناير زي ما حضرتك اشرت، واحنا هنا لا ندين ثوره يناير بالمناسبه، يعني
معروف انه بعد اي ثوره او بعد اي مرحله انتقاليه بيحصل اللي حصل ده في اي دوله يعني. لو اتخذنا هذا منطق كلام يبقى معناها لا ايطاليا تعمل سياحه ولا اسبانيا تعمل سياحه ولا فرنسا تعمل سياحه. خالص بالمره بالمره ده انا بقول لحضرتك انه في المقابل انه السياحه برضو بتفضل انها يعني مخاطر فيها مش كبيره او عاليه شويه يعني. طيب اقول لك على حاجه، نيجي نتكلم دلوقتي على السياحه في مصر. السياحه في مصر دلوقتي انت بتعمل مؤتمر اللي هو الاستثمار افريقيا، بتطلع المؤتمر اللي سياده الوزيره راحته في الصين، بتروح اي حته بتتكلم عن مصر مليون واحد بيسمعك. ليه؟ لان انت تحقق الاستقرار، واذا كان السياحه مرتبطه بكل السياسات فاحنا عايزين نجمع كل السياسات ديت في هدف انك تدخل فلوس للدوله. انا مش بناقش مع حضرتك والله فكره اهميه السياحه، ده انا اكدت على المعنى ده اكتر من مره. انا بقول لحضرتك فيما يتعلق بنظره الدوله بشكل اشمل واعم انه لازم يكون في محاور اقتصاديه ثانيه جنب السياحه، يعني لا يتم الاعتماد فقط على السياحه. ده المعنى اللي انا بحاول اكده يعني. لا هو طبعا حضرتك تقدر تاكد طبعا المعنى اللي انا بقول لك، انا بتكلم على حاجه فيما يخصني انا ان الدخل بتاع السياحه بيعود على حضرتك، بيعود على المواطن، بيعود على الدنيا كلها ومباشر. انت لما بتشوف سايح ماشي في الميدان او بيزور مكان تعرف ان في ثلاث مصريين بيشتغلوا، ثلاث وظائف جدد، ثلاثه بيشتغلوا دخلوا في وظائف. فالسياحه كسياحه مورد مالي هام جدا، ده انت مفروض تحطها في مقام اول وتبتدي تهتم بيها. يعني الجيش مهتم بيها جدا، وما نحققه النهارده بفضل الرئيس وبفضل الجيش. يعني معنى كلامك انه ممكن اقتصاديات لدول تقوم على السياحه فقط؟ ده في اقتصاديات دول مش قايمه غير على السياحه. ما ده اللي انا بقوله، ممكن اقتصاديات دول تقوم فقط على السياحه. في دول كتير جدا اقتصادها مش قايمه غير على السياحه، يعني ملهاش غير السياحه. وفي اقتصاديات دول مثلا يعني لما الاقي فرنسا بتدخل 90 مليار دولار في السنه. فعايز تفهمني ان فرنسا 90 مليار دولار في السنه مش دخل قوي، مع انها بتصنع عربيات، مع انها بتصنع بتبيع اسلحه، مع انها كذا حاجه. احنا خلينا نتكلم علينا هنا. هنا في مصر احنا محتاجين السياحه. 16 مليار اللي السياحه بتحققهم او اللي احنا بنطمح ان احنا نوصل لهم ان شاء الله في موسم 2019 2020 مش كده برضو؟ بالظبط. هل ده يعني منتهى طموحنا ولا السياحه في مصر تستحق اكثر من ذلك او بامكانها انها تحقق اكثر من ذلك؟ لا بامكانها تحقق اكثر من ذلك بكتير جدا. وفي جزئيه هامه جدا لازم اتكلم فيها، ان في سياسات لازم تتعمل، سياسات لمصر ان هي لازم مواجهه سياسه حرق الاسعار، في حرق اسعار، لازم سياسه تسويق. انت وصلت النهارده اعلام 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 ماشي، الدنيا كلها عرفت انك انت مستقر، السياحه عندك زادت، لازم بقى تجود الخدمه. ولازم تبتدي تعمل الحملات التسويقيه عشان تجيب سياح. اخد بالك؟ فدي هامه جدا جدا جدا. وتجويد الخدمه بمعنى ان انا جيت لك خلاص، انا جيت لك عايز اجي لك تاني وتالت، لازم الاقي المكان اللي انا بزوره زي الاثار، الاثار لازم يبقى الخدمه فيها. في اماكن اثريه كتير جدا ما فيهاش لا مطاعم ولا كافيتريات. ففي اماكن كتير جدا فيها مشكله الخدمه بتاعه الحمامات. ففي حاجات ديت لازم نطورها ولازم نشتغل عليها، لان احنا عايزين نوصل بقى لل 30 وال 40 وال 50 مليون سائح. احنا نستاهل اكتر من كده، لان احنا دوله، مصر دوله عندها مقومات مش موجوده في اي حته في الدنيا. طب ايه اللي يمنع ان الخدمات دي تكون متوفره على النحو اللي حضرتك بتطالب بيه؟ هل هي مساله تمويل او عدم توفير اعتمادات خاصه ممكن تنشئ هذه الخدمات مع الوضع في الاعتبار ان السياحه نفسها بتجيب مبالغ طائله؟ يعني لو خدنا جزء منها وصرفنا على تطوير البنيه التحتيه الخاصه بيها اعتقد المساله سهله. لا لا انا خايف اكون سالت، مش محتاجه، خايف اكون سالت وجاوبت يعني. لا 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 دي مش محتاجه مصاريف خالص. لا 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 ده انت بتاخد من الناس فلوس عشان يعملوها، انت بتطرح مزادات بس وبيجي ناس يدفعوا لك فلوس عشان ياخدوها ويعملوها. طيب تفضل علامه الاستفهام، ليه ما بيتمش ده؟ ليه ما توجدش؟ يعني حضرتك طبعا ده شيء كارثي انه حتى الحمامات مش متوفره في بعض الاماكن السياحيه. ده يعني طبيعي ده. وعشان كده بنقول ان انت جوده الخدمه، ولازم تبقى في جوده خدمه في المطاعم، لازم يبقى في جوده خدمه في الفنادق. فعشان كده بقول لك احنا لازم ننهي. ليه ده مش موجود؟ يعني انا ما اقدرش اجاوبك اقول لك ليه مش موجود، ولكن اقدر اقول لك ده لازم يبقى موجود. اخد بالك؟ يعني انا مش عايز اقول ان هم يعني مش موضوع مسؤوليه عشان تجيب يعني على السؤال ده. لا انا بساله، انت ليه ما بتطرحش مزايا؟ انت ليه مش عايز فلوس بزياده؟ انت ليه مخلي المزادات يعني انت عايز خدمه وعايز حد يأدي الخدمه كويس، ليه عمال يعني سايبها بقالها سنين؟
مش شغالة، مع التأكيد أنها غير مكلفة للدولة. دي مربحة للدولة، دي دخل وإيراد للدولة. طيب هتفضل عامل استفهام وجنبها علامات تعجب؟ لا لا، ما فيش استفهام ولا تعجب، إن شاء الله كل الحاجات ديت يعني في طيب. تحسن كتير جدا، وفي يعني طيب. نهضة سياحية، وفي نهضة أثرية، وفي حاجات جميلة، بس إحنا بنقول يا جماعة إحنا عايزين نجود بقى. وأنا عايز برضو أأكد على في حاجات معينة بتتم هنا في مصر لازم يتاخد بالنا منها. أنت كمان 27 28 29 عندك الاتحاد الدولي للمظلات. 27 28 ايه؟ 27 28 و29 هينطوا بالمظلات هنا على العرب. نوفمبر؟ نوفمبر 27 28 29 نوفمبر عندك هنا، محدش مهتم بيها. الاتحاد الدولي للمظلات والاتحاد المصري للمظلات. فين هيئة تنشيط السياحة عشان تهتم بهذا الحدث وتصوير هذا الحدث عالميا؟ وده يعني ده معروف يعني ان لما تيجي مظلات وتهبط في اماكن مكان اثري ده العالم كله بيتفرج عليها ويصورها، فانا لازم نبقى في قوة ليها في سياسات. اللي أنا بقول لازم نقضي على سياسات حرق الأسعار، في بعض الشركات بتحرق الأسعار، يبقى أنا لازم أعيد الاستثمار سين تاني. معذرة لأنه طبعا ما معناش حد من هذا تنشيط سياحة، بس ممكن حد يقول لحضرتك إن إحنا شغالين. مين اللي قالك إن هم مش مهتمين بالحدث ده؟ أنا متأكد إن الحدث ده هيتم وهم مش موجودين فيه. طيب ده على مسؤوليتك فيما يتعلق بالتأكيد ده يعني. أنا أتمنى يبقوا موجودين، خلاص خلوهم يسمعوني النهاردة ويروحوا بكرة يتجاوبوا مع الموضوع ده يعني. مع الموضوع لأن ده حدث دولي وحدث عالمي هام. طيب فيما يتعلق بواحدة من النقاط اللي حضرتك ذكرتها سريعا في سياق حديثك، وهي واحدة من النقاط المهمة التي لا طالما تحدثنا عنها، مسألة التسويق. شايفه إزاي؟ وهل هو لسه بيتم بالأمور التقليدية المعتادة؟ شايف التسويق لآثار مصر بأي زاوية؟ لا، هو التسويق لآثار مصر إلى النهاردة أو سياحة 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 بشكل عام، التسويق لآثار مصر وإلى السياحة أنا شايف إن هو ما خدش الوسائل الحديثة وما خدش الحملات التسويقية التي يستحقها، وفي أساليب تسويقية حديثة العالم كله بيقيم بيها، زي ما أنا بقول لك في قفز ومظلات، زي ما بقول لك في مكان معين أنا معمله كبراند، في عندي تسويق لمنتج جديد، انا عايز اسوق لحاجه جديده. طيب طب انا استغل حضرتك، معلش انا هقطعك وعارف ان انا قطعتك كتير بس لانه حضرتك مهم. القفز بالمظلات انت حضرتك كخبير سياحه تستغله ازاي؟ يعني دي فرصه هي للتسويق، قول لنا هتسوقه ازاي؟ ازيقه للعالم كله، اقول لهم شوفوا الامان اللي عندي ده، انا وبعدين قفز المظلات ديت سياحه الاغنياء. طب ما ده مش مفروض يسبقه دعايه بحيث ان انت تجذب ناس قبل ما انت تذيعه؟ طب مين اللي هيدي، مين اللي هيعمل الدعايه دي؟ مش مفروض الوزاره اللي هي منوط بيها الدعاية للسياحة، ولا مين اللي هيعمل الدعاية؟ شوف دبي بيعملوا لها ايه والدعاية اللي بيعملوها في دبي. طب احنا عندنا هيئة تنشيط السياحة، عندنا مكاتب التمثيل السياحي ربما، او مكاتب تنشيط سياحي. بالنسبة لمكاتب التمثيل السياحي الخارجية دي نقطة تانية، لو سمحت. التمثيل السياحي مش كده برضه؟ مكاتب التمثيل السياحي لمصر عايزين نحولها من انها بس مجرد استقبال للوفود المصرية لما يسافروا بره الى تور اوبريتور، بمعنى شركة سياحة مصرية تجيب سياح لمصر، زي ما الدول كلها بتعمل وبتحول المكاتب انها تصرف عليها تبقى مكاتب منتجة. امال هي بتعمل ايه؟ لا، هي مجرد ان هي يعني لما يكون في زيارة رسمية او في اي حاجة ماشي، ده مفهوم، يقابلوا الناس وكده يعني. ده مفهوم، ممكن يكون ده مقبول، لكن فكرة التسويق او الدعاية ما بتعملهاش؟ لا، ما بتعملش فكرة التسويق ولا دعاية. مفيش فكرة تسويق ولا دعاية. فكرة التسويق ولا الدعاية ديت التسويق عندك، انت عندك آليات حديثة وعندك مفروض انك انت بتتبع في التسويق، تسويق بتحط المنتج، بتحط الفكر، بتحط الفئة المستهدفة، بتحط انت عايز مين تجيبه. انت عندك 180 دولة في العالم، بيجي لك منهم 45، لا انا عايز اجيب 60 دولة، عايز اجيب 80 دولة، عايز ازيد في عدد الدول اللي بيجي لي، فلازم يحصل فيه يعني لازم يحصل فيه تعاون بين وزارة الطيران وبين وزارة السياحة، لأن أنا شايف برضو إن في تعاون كبير قوي بين وزارة السياحة والآثار وبيحضروا مع بعض اكتشافات وكده. لا، أنا عايز إن الاهتمام إن احنا نصرف على المكان الأثري، يبقى المكان اللي بيزوره ده زي طيب. منطقة الهرم، زي منطقة وادي الملوك، زي منطقة كرنك، زي أي منطقة سياحية يعني. طيب. حاجة فوق الخيال. إجمالا هنا ممكن نقول أنه التسويق السياحي محتاج أنه شركة وزارة السياحة تقعد مع وزارة الأثار، مع وزارة الطيران،
مع شركات العمالة في مجال السياحة ويصيغوا رؤية معينة للدعاية والتسويق؟ ده لا ممكن هنا برضه احنا خدناها المنحنى تاني. لا مش ده اللي انا اقصده. اللي انا اقصده انك انت عشان تبقى تأدي منتج سياحي كويس ان الوزارات دي تتعاون مع بعض، ان وزارة الطيران تبتدي ان هي تعمل اسعار منافسة وتبتدي ان هي تعمل شركات منخفضة التكاليف، تبتدي تستغل طيب. المطارات اللي موجودة في مصر. بالنسبة لوزارة الآثار نبتدي نحسن الخدمة جوه المناطق الأثرية. لو سمحت بس طيب. أكمل بس أنا معلش اتفضل لأن الوقت خلص بس فضل. ماشي أكمل بس. فهي المفروض التعاون بين الجهات اللي منوط بيها، زي ما الجيش النهاردة بيتعاون وزي ما الشرطة بتتعاون وعاملين شغل كويس جدا، زي ما دلوقتي الدولة بتعمل طرق، زي ما انت عندك دلوقتي في عندك هضبة الجلالة، في عندك العالمين، في عندك منتجات سياحية، في عندك مسار العائلة المقدسة، في عندك مسار آل البيت، في عندك مليون حاجة تتعمل كمنتج سياحي جديد تهتم بيه. التسويق السياحي بقى اللي احنا بنتكلم فيه ده حاجة تانية خالص. التسويق السياحي بتجيب مش شركات متخصصة، لا انت بتسوق عن طريق المحترفين في التسويق السياحي. مش انا اجيب شركة واتعاقد معها ولا انت المسؤولة وتاخد مني مثلا مليار او 2 مليار وسلام عليكم، زي ما حصل قبل كده مع شركة، وزي دلوقتي موجود شركة تانية في التعاقب معها في التسويق السياحي. انا مش شايف اي مجهود ليه. طب احنا محتاجين نقعد مع بعض تاني لانه الكلام اللي حضرتك قلته ده يعني كثير وفي تفاصيل كتيره. لا احنا عايزين انا كنت عايز اتكلم انا كنت في كل كلمه بتقول مصر تستحق ده مصر دي تستحق وتستحق وتستحق. انا كنت حتى لسه عايز اتكلم مع حضرتك عن السياحه الداخليه، لكن طبعا الوقت انتهى. وده برضو يعني ده ما باكد على المعنى ده مع حتى بعض ضيوفنا اللي اتكلمنا عنه في السياحه، ان احنا محتاجين برضو نقابلهم تاني وتالت، لانه زي ما حضرتك بتقول مصر تستحق افضل مما هي عليه الان في مجال السياحة تحديدا يعني. لكن يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما قدمته من معلومات في هذه الفقرة الحوارية، خبير السياحة الأستاذ مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا وتحيا مصر دائما وأبدا. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكركم، وقبل أن أترككم فقط أذكركم أنه جولة الصحافة المعتادة، هذه القراءة التي نقدمها لكم لأهم ما تطالعنا به صحف القاهرة، صدر صباح الغد. إن شاء الله بعد قليل ستلتقون زميل محمد شعبان في هذه القراءة. ختاما أشكركم وإلى اللقاء.